شيخنا وحبيبنا على هذه التوجيهات النيرة، وفقط للإشارة وأحيطكم علما أن شيخنا رضي الله عنه ومرضاه كان طيلة هذه الأيام لا يبخل بجهده ولا بوقته ولا بصحته في الحضور واستقبال الزائرين وتلبية طلبات الداعين وغير ذلك، فإشفاقا منا عليه فقد فضل رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة بعد الفجر على أساس أنه خلال اليوم سيكون مخصصا للزيارة وللاستقبال، فتقريبا أزيد من 9 ساعات وشيخنا في زيارة وفي استقبال، فجزاه الله عنا خير الجزاء على تفانيه وعلى تضحياته من أجل أن نكون كما يحب ويرضى. فالجود كما قيل الجود من جاد بالسر فقد جاد علينا بسره ووقته وصحته، فمتعه الله بتمام الصحة والعافية وزاد في مدده وبلغه جميع مقاصده. حتى لا أطيل عليكم نعطي الكلمة للذين سخروا حناجرهم للمدح والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذاكرون من أبناء هذه الطريقة الذين تربوا فيها على محبة رسول الله ومدحه و ترداد كلام أهل الله مع المجموعة الرسمية للطريقة القادرية الحجيجية برئاسة الشريف مولاي معاذ حفظه الله في هذه الوصلة الأولى من المديح والسماع، فالمجال مفسوح لهم ليشرفوا آذاننا وقلوبنا بمدح خير الورى عليه الصلاة والسلام. إخوان غادي تجيو الجنب لأن المسمع عليك، إخوان الصحفيين غادي تجيو الجنب، الجنب إخوان الصحفيين غادي تجيو الجنب، ما تجيوش فوق، أنت أنت الله الميامن افتتح بالنور
إشلاما كاملا وتوكيلا
جليلا وعظيما جزيلا.